بسم الله والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المحاضرة السادسة. راح نتكلم في هذه المحاضرة عن الفئات والكائنات والتوريث، اللي هو Classes, Objects and Inheritance. لغة سويفت من اللغات اللي تسمى لغات برمجة كائنية التوجه، اللي بالإنجليزي Object Oriented Programming OOP، معناتها أن كلها كذا على بعضها تعمل بالأوبجكتس أو كائنات، ما تعمل بالبرمجة اللينير اللي سطور سطر ورا سطر وانتهينا. طيب، عشان نفهم الكلام هذا أبدأ أشرح لكم الكلاسز والأوبجكتس والإنهيرتنس حبة حبة، تاخذون تصور إيش معنات Object Oriented Programming بإذن الله. طيب، نبدأ في الكلاسز. الكلاسز عبارة عن قالب، أو الكلاس عبارة عن قالب، القالب هذا نضع فيه متغيرات ونضع فيه دوال اللي هو variables functions لأداء مهمة معينة. الأوبجكت عبارة عن نسخة من الكلاس أو يسمونها instance. لنفترض عندي الكلاس bank account، الأوبجكت راح يكون بنك معين، حساب معين، يعني كلاس bank account اللي حساب بنكي اسمه كلاس، الكلاس هذا اسمه bank account، فيه معلومات عن معلومات عامة أو متغيرات عن الحساب البنكي. الأوبجكت يعتبر حساب شخص واحد سين من الناس، هذا نسمى أوبجكت، لأن الأوبجكت هذا راح يحتوي على معلومات الشخص هذا، رقم حسابه، تاريخ فتح حساب، اسم الشخص، الرصيد. فالأوبجكت راح يعتبر نسخة من الكلاس خاصة بشيء معين أو شخص معين، بينما الكلاس عبارة عن قالب ناخذ منه نسخ، حساب سعود، حساب سلطان، حساب عبد العزيز، هذه ثلاثة اوبجكتس ولكن كلها من كلاس واحد اللي هو نسخة واحدة او قالب واحد. طيب، كيف نسوي الكلاس؟ نبدا الكلاس، او عشان نسوي كلاس نكتب كلمة محجوزة اللي هي كلاس، بعدين الاسم بانك اكاونت مسافة قوس معقول. طيب، التسمية العرف في تسمية الكلاسات في سويفت اللي هي يسمونها باسكال كيسينج، اللي هو أول كلمة، كل كلمة تبدأ بحرف كابيتال، بانك أكاونت. لاحظوا المتغيرات، كنا نبدأها بسمول بعدين كل مرة كابيتال، هذا الكامل كيس. في تسمية الكلاسات لا، باسكال، ويكون طبعا ما يكون جمع بانك أكاونت، ما ينفع طبعا، هذا عرف اللي كل واحد له طريقه التسميه، ولكن هي والكلاس يمثل حساب واحد فيتسمى بانك اكاونت. طيب، ممكن نحط هنا داخل الكلاس هذا variable اسمه account number، بعدين variable opened date مثلا، نحط variable balance 0.0 اللي هو double، إيش بعد، حط type account type equal. طيب، الآن حطيت أربع متغيرات فقط. الكلاس هذا شو يسوي؟ راح ينشأ منه object. الobject هذا خلينا نقول مثلاً متغير، المتغير هذا داخله أربع متغيرات، وضحت يعني زي متغير كبير اللي هو Object داخله أربع متغيرات اللي هو هذولي. طيب، كيف نسوي Object من الكلاس هذا؟ إذا تذكرون كنا نكتب var، إذا نسوي متغير var number بعدين نقطتين فوق بعض integer أو int equal 0. هنا إنشاء متغير اسمه number نوعه integer قيمته 0. طيب، نفس الفكرة، عشان أنشئ object من الكلاس هذا أكتب var my account نقطتين فوق بعض، أكتب اسم الكلاس bank account، واضح؟ بعدين يساوي نفس الشيء bank account، هذه أول مرة قوسين كذا. طبعا أول ما أعرف الاكونت هذا أو الفاريبل هذا يكون نوعه هو الكلاس اللي أنا سويته، ما يكون انتجر سترينج والشغلات اللي يسمونها المتغيرات اللي موجوده في او الانواع التايبس الموجوده في السويفت. فانا هنا كاني سويت لي متغير جديد، نوع جديد من المتغيرات، النوع هذا اسمه بانك اكاونت،
اللي يكون بسطه او داخله الشغلات هذه equal bank account قوسين هذا initialize يسمونه يعني اسوي انشاء object جديد واخزنه في المتغير اللي اسمه my account. الان هذا my account ما يعتبر متغير, هنا النمبر متغير variable ولكن هنا يسمى object. صح يبدأ بالvar ويعتبر variable معاملة معاملة variables ولكن هذا يسمى object كائن. الكائن هذا اللي هو my account هو نسخة من البنك account class. طيب لو كتبنا هنا my account حطينا نقطة ايش طلع لي؟ طلع الاربع متغيرات اللي انا حاطها فوق في الكلاس نفسه. فيجي هنا account number equal 123123 بعدين open date مثلا equal 10/10/2010 my account dot balance equal 0 مثلا my account dot account type equal saving يحسب جاري. طيب الآن صار عندي object واحد اسمه my account داخل القيم هذه الأربعة. لو جيت هنا سويت مثلا var new account bank account نفس الشيء equal bank account بعدين قوسين وجيت قلت هنا new أو print new account dot account number إيش راح يطلع لي؟ طلع فاضي ما في شيء لأن هذا يعتبر نسخة ثانية غير النسخة الأولى. فهنا الماي أكاونت هذا أوبجكت فيه بيانات, النيو أكاونت أوبجكت ثاني مختلف نهائي ما في بيانات ما حطينا له شيء. فهذا القصد إنه صار عندي تو أوبجكتس كائنين كلهم نسخة من البنك أكاونت كل واحد ممكن يكون بياناته مختلفة عن الثاني. طيب لو جينا قلنا print my account على طول ما راح يطلع لي شيء او راح يطلع لان هذا class يعتبر او object فينطبع بالطريقة هذه. طيب انا ابغى اعرف ايش اللي فيه بقول print my account dot account number لما اسوي له تنفيذ راح يطبع لي رقم الحساب. طيب غير account number نقول open date print راح يطبع تاريخ فتح الحساب. وضحت؟ فصار هذا زي الأوبجكت داخل قيم مختلفة. طيب الانهيرتنس التوريث. أنا عندي كلاس اسمه بنك أكاونت, نبي نسوي كلاس ثاني اسمه كاستمر. حلو, هنا var name var age مثلا أو خلينا صفر انتجر. طيب الآن صار عندي كلاسين, كلاس اسمه بنك أكاونت وكلاس اسمه كاستمر. أبى أسوي أوبجكت كائن من الكاستمر var مية مثلا تتنفق بعض كاستمر equal كاستمر. طيب الآن لو قلنا مية دوت طلع بس age ونين اللي هو داخل الكاستمر. طيب انا ابغى اضيف على الايج والنيم هذه بيانات الحساب حقه, فيا اما اني اجي انسخ هذا كله واحطه هنا صارت الدات هذه موجوده البيانات كلها. حلو, او اني طبعا هذه في حالتنا كذا اللي يشوفها يقول بسيطه وش يعني بنسخ هذه واحطها تحت وخلاص امسح الكلاس هذا انتهينا. ولكن تخيلوا ان الكلاس ضخم يعني يؤدي مهام كثيره فصعب اني انسخ الكلاس كله وحطه في كلاس جديد. الحل ايش؟ في شيء اسمه انهيرتنس وراثة. فانا ابغى ادخل البيانات هذه داخل الكلاس هذا بدون ما اسوي نسخ. فاجي عند الكاستمر كلاس نبتديهم فوق بعض اكتب بانك اكاونت مضبوط. فصار الان هنا انا عرفت كلاس جديد اسمه كاستمر يرث البنك اكاونت. ايش معنى يرث؟ كل ما في داخل البنك اكاونت راح يدخل في الكاستمر. طيب لو جينا هنا كتبنا عطينا مي دوت لاحظوا انه طلع الاكاونت نمبر طلع الاكاونت تايب البالانس الاوبن ديت مع اني ما نسخت اللي هنا انا اخذت نسخه
او سويت اوبجكت من الكاستمر، الكاستمر ما في الا ايج ونيم. طيب الباقي ليش جت او من فين جت؟ اللي هو اكونت نمبر جت لاني سويت له وراثه يرث اللي فوق. طيب الان شرحنا الكلاس والاوبجكت، نبي نتوسع شوي في الكلاس عشان تفهمونه برضو اكثر. الكلاس البنك اكاونت نبي نحط فيه دالتين تو فانكشنز، الاولى سحب والثانيه ايداع، عشان نودع في الحساب ونسحب منه. ونجي هنا في الكلاس حق البنك اكاونت نكتب فانك، نكتب ديبوزيت الاماونت اللي هو الكميه او المبلغ، نوعه دبل ما في ريتيرن. الكود ايش راح يكون داخل؟ راح نجيب البالانس عفوا راح نجيب البالانس ونضيف عليه الاماونت اللي اودعناه. فنقول هنا بالانس equal balance plus amount. كل بساطة لما أشغل الميثود هذه أو الفانكشن هذه راح أعطيه مبلغ، المبلغ هذا راح يروح يضيفه على الحساب. طيب الفانكشن الثاني اللي هو السحب withdraw amount double نفس الشيء ما في return، راح يكون balance equal balance ناقص amount، يعني جيب الرصيد وشيل منه المبلغ السحب وحط الباقي في الرصيد. طيب الباقي راح نخليه زي ما هو. نجي هنا الآن بعد ما انشأنا الأوبجكت اللي هو مي من كاستمر، كاستمر زي ما قلنا يرث البنك اكاونت، فراح يدخل فيه كل المتغيرات مع الفانكشنز اللي هنا. فنجي نقول مثلا أول شيء print مي دوت بالانس رصيد صفر، نجي نقول مي دوت ديبوزيت مثلا 1000 ريال، بعدين مي دوت ويذدرو مثلا 300 ريال، بعدين نقول هنا print مي دوت بالانس. لحظة الآن صار الرصيد ايش؟ 700. اللي صار هنا طبعا الرصيد في الاول بعد ما انشأنا الاوبجكت كان رصيد صفر، اودعنا 1000 عن طريق الميثود اللي اسمه ديبوزيت، فراح للشغل الديبوزيت، ديبوزيت جاب الرصيد اللي هو صفر اودع فيه 1000 ريال، صار الرصيد كم؟ 1000. وطبعا هنا نسخنا هذه طبعناها بعد ايداع ال1000 راح يطلع 1000. بعدين جينا سحبنا 300 withdraw 300، فرجع شغل الميثود حقه withdraw جاب الرصيد اللي هو 1000 شال منه 300 الباقي 700 رجع خزنه في الرصيد، طلع رصيده الان 700. وضحت؟ فصار الان هذا الاوبجكت داخله متغيرات وفانكشنز اداء مهام كثير. ممكن اي شيء ممكن يخطر في بالكم ممكن تسوونه في الكلاس، طبعا مو شرط انهرتنس ولكن تقدر تسوونه في كلاس، ومنها خلاص تبدون تتعاملون مع الاوبجكت هذا بما يخص بيانات الاوبجكت هذا فقط. يعني لو جينا هنا قلنا var u customer equal customer، هذا u print u dot balance طلع صفر، هذا يعتبر اوبجكت جديد بياناته فاضيه ما له علاقة بالأوبجكت هذا اللي اسمه مين، بالرغم من أن اثنينهم يرثون نفس البيانات اللي هنا، ولكن مش بيانات، يرثون الvariables والfunctions. كده انتهينا من شرح الclasses والobjects بشكل عام. الفيديو الثاني إن شاء الله راح ندخل تعمق في الclass حق البنك account أو الclasses كيف نسوي لها شيء يسمونه initialize. نشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.